السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد، فيديو الجوائز. انا الفترة اللي فاتت دي الدنيا ملخبطة في الفيديوهات، الملخص بتاع الفات شامبينز ما بينزلش في وقته والجوائز وبتاع، بس يعني ان شاء الله الفترة الجاية هبتدي الدنيا تظبط. المهم انا الاسبوع اللي فات في الفات شامبينز جبت 28 فوز، فاليت 1، فجوائز هتبقى بتاعت اليت 1 ان شاء الله. والديفيجن رايفلز برضو خلصت رانك 2، فهتبقى جوائز الرانك 2. قبل بس ايه ما نفتح كده، ممكن نروح ناخد بصة على الفريق الاسبوع. هو الفريق مش قوي، بس فيه 3 لعيبة هما اللي عليهم العين، يعني اجويرو ومحرز وراشفورد. محرز انا اصلا كده كده يعني شايف ان هو احسن رايت وينج يعني ممكن تلعب بيه في الدوري الانجليزي، يعني في الحدود الامكانيات يعني. انما هي بس هي مشكلته ان هو ميديوم ورك ريت اتاكينج، فده بيخليه كده غايب شويه لما بتكون بتهاجم. انما غير كده الفايف ستارز سكيل موفز يعني بتخليه خفيف. هو لعيب حلو جدا في كل حاجه ما عدا بس الورك ريت الميديوم. اجويرو برضو من احسن المهاجمين اللي في اللعبه، بس هو الفكره ان هو كل لعبه مين بيقللوا فيه البيس، فانا مش فاهم يعني ليه، مع انه راجل زي الفل يعني في الحقيقه. بس المهم يعني ان هو برضه من احسن المهاجمين، عنده الفينشنج عالي. يعني انا اقتراحي لو حد هيلعب بيه ممكن ما تديلوش شانتر على قد ما انت ممكن تديله كاتاليست تعلي بيه البساطه والشوط، لان حتى لو في ناس كتير بتقول ان ما بتستخدمش المهاجم في الباصات، بس يعني انت في التلت الاخراني ده تبقى محتاج المهاجم ده بيعمل كل حاجه. ده رايي، ده بالنسبه لي. وراشفورد، لان راشفورد انا شايف انه حلو يعني، لان السكيل موفز بتاعته ال 5 ستار سكيل موفز، فانت لو هتلاقيه على الجنب هتبقى محتاج واحد خفيف في ال 5 ستارز، بتساعد يعني على ان تزيد الخفه بتاعت اللعيب. بس في نفس الوقت برضه الويك فوت ال 3 ستارز دي بتحط الواحد ايه في مأزق. بس يعني احنا بنتكلم ايه برضه، ان اللعيبه دي لو طلعت ممكن تدينا شويه كونز حلوين كده نقدر نحسن بيهم الفريق. فالمهم ايه، نبتدي. دي جوائز الفوت شامبيونز اليت 1، فاتنين بريميوم تيم اوف ذا ويك، واتنين جامبو رير 125,000، وتلاتة بلاير بيكس. يلا بسم الله. اول بلاير بيك كواليريلا، ماشي نجيبه انا عشان لو في اس بي سيز ولا حاجه افكر اعمل اس بي سي بتاع ديفيد لويز. طب يا رب يا رب، اجوير ولا محرز؟ نكولو، ماشي. العربي ده هيموت هيموت، واخده بس نجيب نكولو. ها نكولو تاني برضو ولا اسبريكويتا؟ ما اسبريكويتا. طب والله لطيف، ماشي يا مسهل يا رب يا رب. ووك اوت دي ووك اوت، لا بالبورد يا جدعان، خليها ووك اوت. لوكاكو، ماشي لذيذ لذيذ، بس كنت عايز حاجة أعلى من كده. بس لوكاكو بيعملوا كام دلوقتي في سوق الانتقالات؟ يا رب يا رب. ووك اوت كانتي كانتي كانتي، ماشي حلوة جدا مربوحة. خش يا معلم، جميلة، خوفنا أكتر يا ابني. مين اللي وراه؟ جواو موتينيو، مش مشكلة. بس كانتي كانتي بفلوس، ها بكوينز كتير. طب ايه يا جدعان، شكلها تلعب معانا ولا ايه؟ يلا يا رب يا التيميت، يا رب يا التيميت. لا بالبوردز، ماشي. كانتي كانتي، ايه ده اللي عفانا دي؟ ده مين ده؟ مراتا، دي جو كوست، ماشي. يا رب ابتدي باليمين. اجويرو اجويرو وراشفورد ومحرز، ها اجويرو وراشفورد ومحرز بالبوردز. هولندا، ده
ايه ده؟ ده جليك. هو كام عم جليك؟ يا رب يا رب يا رب يكرمنا يا رب. اجويرو كده ولا راشفورد ولا محرز ولا التلاتة؟ ها يا دي النيل على السترايكر العربي ده. طب اجويرو، طب وراشفورد، برابريز اللي اتكسر بس كده بقى. يبقى انا ايه، هسيبكم مع درافتايه كده كنت لعبتها بعد ما فتحت الجوائز اللي فاتت. الجوائز اللي فاتت ما كانش طلع لي فيها حد، فقمت ايه لعبت لي درافتايه طلع لي فيها زغلول كده جميل. ماشي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم بقى مع الدرافتايه. السلام عليكم. 4-4-1-1 نجرب. تعال. اوه زيزو، تعال طبعا يا نجم. ده انت اللي وراه حاجة ايه، نجيب لك ماريانو يمكن تشين وانت في الملعب. ايه ده يجيب الواد ده ميكي سيئة. يجيب أمبول. هو ايه، في ايه، ايه اللعيبة دي؟ ها كده صحصحوا معانا شوية. سون ولا ساديو؟ نجيب أحسن لعيب في أفريقيا، أحسن لعيب في أفريقيا. سانشو ولا جمبريا؟ لا ده سانشو. ايه سانشو ده كده؟ انا ليه عملت كده؟ مش فاهم. طب احنا عايزين بقى لعيبة بتاعت تيم اوف ذا يير، بس الواد كوليبالي ده بغل. وران ولا فان دايك؟ فان دايك طبعا. نجيب روبرتسون باك ليفت، تقولنا هنا حاجة محترمة بقى. نيل مش عامل أي حاجة معاها. كنا عايزين ووكر. لو كان ووكر ايه؟ لا كناش عايزين ووكر. تقريبا ده مش أي حاجة معايا خالص. حتى الواد أدامة ده بيريرا ده ماشي، يمكن ربنا يسهل. عايز ألف استحالة. في وجهة نظر بقى تقول لك ايه، هات في الحاجات دي اللعيبة القليلة يطلع لك اللعيبة الحلوة بعد كده. دي وجهة نظر ساعات بتنفع. خلاص يعني هات مين هنا ده؟ روبرت صح؟ هو طب يا جدعان كنا عايزين ووكر هنا. ووكر كلاروف طلعت لي وكنت بتسمع حد برضه بتسمعك. كاي جوندوجان ولا رودري؟ جوندوجان. ها طيب هاي ويليام رودري ويليام هو تعالى دود. بيتسل بقى عشان الواد سانشو. تعالى شوف عشان نبقى جاهزين لعبة فجأة. أنا بقالي كتير أوي مطلعليش فان ستوتش، مع إن إيكارد نزله ومن ساعة ما نزله دايما معملش أي حاجة. نيمار طبعا. عايزين مهاجم. ماركو رويس
دي مربوحة خالص. معلش أبو صلاح يعني، بس احنا محتاجين انت. ماشي هنظبطك دلوقتي. ومانويل نوير بس احنا ما عندناش، بس هو عامة كارت حلو. طيب انا عايز كده نجيب بيل. كوتينيو سمولينج ينزل له ينفور، يا سبحان الله. نجيب بندر، بندر بندر فيريرا لو انت مش شايف قدامك اصلا. سبحان الله كده سانشو يبقى ايه فول كيمستري. وكلوزة دي مربوحة خالص. كلوزة كلوزة ماشي. انت 10 كلوزة. طب خلاص زي الفل ماشي كده. احنا عملنا كده ايه ده هنزيد. ده الواد جندوجان الماني يعني، لف قاله لف الكتوه. الكارت ده بتاع برناردو برضه لذيذ. واحنا ممكن نجيب بيكفورد للأسف عشان ايه، طلع لنا مدافع كويس. يا بيركم ده انا بموت فيك والله، بموت فيك يا بيركم. انت ميديم ميديم. تم فيول هيظبط الصراحة اللعبة، بس انا بيركم بموت عليه. تعال معلش يا بقى رويس، بس فرقة لذيذة والله. طب مربوحة والله، ده حتى الكيمستري جميلة يعني. يلا بسم الله توكلنا على الله. ده حطيت لي روبرتسون. ايه ده؟ خلاص تيم اوف ذا يير طلع لك، مش هينفع تعمل له حاجة. وميرسلاف كلوزا عاملين ايوه كده، هي دي. وعدي. لا يا راجل ده هولندي زيك المفروض. ايه تاكو ساديو ماني ايه اللي حصل ده؟ وان بيساكا بيمسي. ولا مندي ولا مندي انشف ولا يا ساتر يا رب يا بيكفورد. الحمد لله. ميرسلاف كلوزا كان عايز يعملها بالكعب يا ناس، وكانت هتبقى حلوه. وسانشو زيزو يا زيزو كلوزا هداف يا ابني بالفطرة. سوري بيلي بويز. اوه على الغباء على الغباء على الغباء على الغباء. ويرقص ورقص ومندي معرفش يطلع. سلام ساديو ماني. ايه حكم طيب يعني اللي لازم الواد الكيف على وشه. اوه لا يا جوندوجان حرام عليك يا جدع. مباراة عصيبة. اوه سانشو يا راجل يا سانشو. الله سانشو 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 حرام عليك يا زيزو يا راجل. لا لا مش ممكن، لا لا مش ممكن. يا ولاد هنخسر ولا ايه؟ وماني يلا يا ماني يلا يا ابني يا عم يلا. وشوف سايد. وماني ماني 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 ستاديو ماني حط يا ابني يختي. الحمد لله. اوه يا راجل يا راجل يا راجل يا بيركم. لا وزيزو زيزو حط يا ابني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ساتر يا رب. اوه جول حلوة. وزيزو يا راجل حرام عليك يا بندر. لا يا بندر لا يا بندر لا يا بندر لا يا بندر لا يا بندر. هتعرف هتعرف هتعرف
لا يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ونيمار يا ولد يا ولد، ده مباراة مجنونة. ويلا نيمار، وهي نيمار الغدار، نيمار الغدار، غدار يا ابني، غدار يا ابني ولعيب. ده انت مش طايق نفسه يا عيني. احنا اسفين يا كازو دوت، كازو دوت، احنا اسفين يا كابتن كازو دوت، شكرا يا باشا. جولو كانتي ده بقى ايه؟ طب انت مش واخد عليه وحاسس ان كانتي الجول ده ما بيشوطش، يخش ده روح شايط جاب جول. روش ودخل. ماشي حرك يا حبيبي، يا كلوزة يا كلوزة اتحرك. ايوه كده وبيمينك صح يا ولد. الله الله، كلوزة يا راجل، حرام عليك، انت حطيتها يعني بقيمة التناكة اللي في العالم، أرجوك ما تتنكش علينا يا ابني. وهي مش اوف سايد، وهي مش اوف سايد، مش اوف سايد. وميرسلاف كلوزا رائع يا ابني، هداف يا ابني بالفطرة. وهي هي هي نهار ابيض، وجوه الجول، جوه الجول، اعمل يا ابني مروحة، روح هنا كده كده. الله الله، دينيس بيركامب بوش رجله يا ولد، لعيب بس يعني مش حلو هو الصراحة، عامة لو حد بيفكر يعني ان فيه هو مش كويس. لكاني ولا ماني وراح ومارس كلاف كلوزا. ايه ده، ده هداف خالص. ادنان كريسبو، فينيسيوس جونيور، كروس يا ولد. كلوف كروس، مين كلوز؟ ميروسلاف، زيزو، حكا حكا، وفينيسيوس جول. خطيرة خطيرة. ميروسلاف كلوزا، يلا يا ابني. ودينيس بيركام، وهي ودينيس بيركام، اقتل الماتش، اقتل اقتل. جيب كاش باك، يعني انا كان ممكن يجي جنبه. طب يا رب نبدأ بالدي. ها يا مسهل، يا مسهل. ده بجد تيم اوف ذا اير. لا اليسون، حلو 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 جدا. ايه ده، دي جميله جدا دي. والله جدا طبعا. يا ولد على الحلاوه، انت بكام بقى؟ ايه ده، يا دي النيل على الفرحة بس. ماشي، بيضحك عليا جدا والله، بس كويسة، حلوة والله جدا دي. يا رب. ده ايه العفانة دي، خلاص خلاص خلاص، احنا اسفين.